مباني قاعة الاجتماعات في ولاية تريزامور تم تنظيم هذا اللقاء من طرف بعثة المجلس الأعلى للتهذيب الوطني برئاسة نائبة رئيس المجلس السيدة سنية من سيدي هيبة، وذلك بحضور والي تريزامور السيد محمد المختار العبدي. وخلال الاجتماع تم التطرق لدور المجلس في سبيل النهوض بالعملية التعليمية. هذه البعثة بعثة من المجلس الأعلى للتهذيب، جاءت الدور تعرف على واقع التعليم في الولاية بصفة عامة، تعليم العملية التربوية كاملة بكل مكوناته، وهذا يدخل في إطار المهمة اللي أوكلت للمجلس الأعلى للتهذيب من خلال المرسوم المنشئ له ومن خلال القانون التوجيهي للتعليم. أنتم تعرفوا على أن العملية التربوية التعليم بصفة عامة، إصلاح قطاع التعليم وقطاع التربية من أولوية برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وعاطيه اهتمام كبير وعاطيته الحكومة اهتمام كبير، وحنا كاع كمجتمع مولياتنا نعودوا ذاك هو حالتنا، بين اللي نعرفه كاملين على أن منين يصلح التعليم بجميع مكوناته وتعود العملية التربوية سلسة وماشة، والتعليم عنده جودة عالية ومواكب لتطورات العصر ومواكب لسوق العمل الدور تصلح البلاد. والي تريزامور طلب من الحضور الذين يمثلون كافة الفاعلين في العملية التربوية طرح مشكلاتهم وملاحظاتهم على بعثة المجلس لإيجاد الحلول المناسبة لها. أول خطة جايين كيف ما قالوا جايين يدوروا العملية كاملة يطلعوا عليها، غير ملي يعني مصيكم عاد تطلعوهم بالدرجة الأولى على ذاك اللي إن شاء الله زين، ذاك اللي ما جابر حد يقوله هو اللي ينقال، أما ذاك اللي زين يدوروا يشوفوا أحدهم. معناه ما ينش حد عنهم شيء، يعني الهدف من ذا كامل كيف ما قالوا لا لإصلاح المجلس معدل والمؤسسات اللي تعدل والنفقات اللي تصرف عليه ولا غيره، مديونة منها خدمة المواطن. ولا لحقوا يجد عنينا ما هو شعار، معناها ان ما عندنا مصلحه فينا انتم نخز بروسنا وانتم نجحدوا على روسنا ولا على القائمين علينا لهذا، وعقب ذلك هم اللي ما هم منا ما هو جاي من ميزانيه الدوله الموريتانيه ان كاملين مسؤولين عنه. وبعد حديث اعضاء البعثه تمت اتاحه الفرصه للحضور للتعريف بمؤسساتهم وهيئاتهم وادوارها التربويه وطرح المشاكل المطروحه لهم، والتي تمثلت اساسا في المطالبه بالعنايه بالمدرس وتوفير البنى التحتيه اللازمه والمتابعه الدائمه للبرامج والخطط التعليميه لمتابعه المتغيرات بشكل مستمر. لقناه الموريتانيه محمد البلال، مدينه زوارات.